عبد الباسط الساروت آخر منشدي الثورة السورية مات باشتباكات ضد النظام في حماة. من مدينته حمص أطلق لاعب كرة القدم وحارس منتخب الشباب السوري مع رفاقه أغنية جنة. الساروت وقف في حمص إلى جانب الممثلة فدوى سليمان التي غنت الشعب السوري واحد. هزم السرطان فدوى سليمان المؤيدة للثورة بعد سنوات من الهرب من بطش النظام. وقتل الساروت مع مئات بالقصف والقتال، فيما بقي النظام يرمي البراميل المتفجرة على المدنيين والأطفال. غابت الأغنية عن الثورة وحضر مكانها الجولاني وغيره من متطرفين.